مرحبا. وبيك؟ لبس عليك. الحمد لله. تخدم بحار وفي الفترة الحالية تلوش في خدمة وتهز في شنو تفش تهز شنو توكل العصافر اللي في الزركات؟ عندي صحابي ندبر في عسل. ندبر في عسل. قداش من عام عديت بحار سمح؟ فوق 30 سنة. احكي لي على التجربة نتاع انك كيفاش كنت بحار؟ ياسر مرة خدمة البحر. مر ياسر. أول عام ولا أول نهار في حياتك تتفكروا هبطت للبحر؟ عمري 17 سنة خرجت من القراية. قريت في بنزرت وهبطت للبحر. مش نحكوا على العومين، نحكوا على أنك تدخل الأعماق. الخدمة، الخدمة. كيفاش كنت؟ وشكون هزك وشكون؟ هزوني ولاد حومتي من قلعة، قلعة أندلس. قلعة أندلس. من نهار الاول قلت هذا لازمني المال الخدمه ذي عجبتني ولا خفت منها ولا كذا؟ هي خدمه باهيه. فما ربي خدمه باهيه اما تو فزدت. فزدت. علاش فزدت؟ فزدت مولا الفلوكة ما يخليكش ترافق عباد حوت. فهمت؟ قول الخير بشح اللي كان يعطي في صندوق سامح اللي كان يعطي في صندوق العنب خاطر عنده هكتارات ما عادش يعطي، اللي كان يعطي في الفريز ما عادش يعطي، والحوت البحر مكدس البحر ما عادش يعطي. الحوت ام باقاي ام باقاي خير ربي. خير ربي. الحوت خير ربي. نبيعوا ب 3 ملايين وب 4 ملايين نطلعوا في الحوت قد عبد. شغالي وانقوش ومناني العباد يقلبوها بزاف. تقعد تغزر الحوت وما تروح ما يعطيكمش معناها؟ لا لا في التسعينات وفي عام 2000 و2010 تروح عباد حوت تريليا نتاع حجر نتاع بنزرت مرجان دنديق تروح. اما ولت لما تحاولوا بجاه ربي وعندي امي مريضه ولا مرتي حبله لغه عندهم لغه. سمحني من حقك راه انت ولا غيرك ما دخلتوش تصطاد ودخلت وخير ربي كلها. هي من المفروض يوميا تروح كل شيء اذا كان انت فديت ما عندك ما تعمل بيت بطل. لا لا احنا نخدموا في البحر نقعدوا بالجمعه في جالته. كيما جزيره جالته. جزيره جالته. وندخلوا لطبرخه ونمشوا للزمبره هذيا. زمبره وزمبرت. زمبره ندوروه اعماق البحر كله. الخير الكل موجود معنا. الخير موجود، الغدوة الخير موجود. الغدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زال في أمتي الخير والرحمة إلى يوم القيامة، أما العباد فزدت. سامحني بلي نحكي بصفة عامة، تو أنت البحار الكبير الرايس يسموه ولا شو يسموه؟ خير ربي ما شاء الله. ما يعطوه. هز خاطر من حقك. ما يعطيكش، يعطيك خدمة جمعة في البحر، يعطيك بايك 200 دينار ويقول لك أنا المرش. نمشي للمرشي نتاع حلق البيت ولا نتاع بنزرت ولا نتاع قليبيا باش نروح كعبات حوت لامي ساعتها امي حيه يرحمها ولا البابا ولا الاخوات نروح بصح شي ياكل من هذا نختاروا خطران الكل تختار انت تعرف خاطر نختاروا خطران خطران القلوب كانت باهيه نقلبوا اربعه طيور كل حد وقدسه بلك العرف المباشر هو اللي ولا سامحني بالكلمه يخوض بزايد هو اللي ولا الخير اللي ماشي الجماعه الاخرين خليه عندي انا هما يعطوا باش نقول لك حاجه بالضبط وانا كلمتي نقولها يعطي مصالح باش يقد فلوكه ينصب فلوكه في المنشر يمشي يعطي للابيب ولا الحرس ولا الدراشكون ولا يتقرر قفه ها يز في القفه يهز في القفة ورشوة قفة ورشوة ويتقرب العباد تقرب الرب سبحانه ديريكت وعباد أنا عندي مصلحة بيك فهمتني نجيك ما عنديش مصلحة بيك ندور وجهي ونجيك معك انت كهو ما كانش يات مع الكل مع الكل مع الكل وانا نخوض بالسيف مش بالسيف خاطر مالي الفليك اصغر مني بالعمر وما عنديش فلوكه والحاكم ما عطانيش فلوكه. وانا اجتحت بعد حجام في قلعه اندلس حجام لي وجهي اجتحت. طلقت امراه قعدت نفرع فيها برشا في المحكمه في الدولاب. ولابس الخمار كي اجتحت هبطني في التيك توك نتاع العالم الكل انا عندي. شكون هبط؟ واحد قلعوي. انت تعمل في جو ما انا اجتحت؟ حط سمير له سيف اخسر وفارق وقول ما الله راحه وتسحر عينيك رباني. في التلفزة سمير الوسيف ويدرب كل الاخرين وانا كنت مغروم نمشي للعراس مع الحطاب القلعه وفي كل بلاصه
في البلوك انا اسمه فريد. علاش ذكرتي لي الحكايه ذي؟ صوروك وانت تشطح معناها هو عيب. قال لك خاطر نشرني في الجرايد تسمى. حطني في التيك توك حط البورتابل قال لي عم. غير مشاورك صحيت. بالغدره. بالغدره. حط البورتابل هكايا كبير وقال لي برا عم كمال هاو سامي الوسيف ماك تحب سامي الوسيف وانت طلقت وامورك نظيفه. عم قديش؟ اه؟ عم قديش؟ ذاك المده ذاك المده. سنه. سنه عندها شهرين. استغلك المفروض يشاورك قبل ما يهب. صورني بالبطل واجتحت انا هكا ونشتح واحد وسامي الوسيف يضرب ولت اللي يتعدى يقول هاو اللي يشتح هاو اللي يشتح. غذتك معناها رجعوني لاقصى لوبانه ولا شكون ولا. بالغدرة هبطني في التيك توك. مشيت لمت ولا مشيتش؟ مشيت. مشيت قلت له علاش حرام؟ مشيت له قال لي ما حطيتكش ما حطيتكش. تعرف روحك ما حطيتكش. الناس اللي ما تعرفش قيمة حدودها فين. انت عامل جو انت وبينات بعضكم فمش علاش باش تهبط كلام تركب عليه كلام اخر. قاري ثلاث سنين انا في الثمانينات في الثانوي تنجم تركب عليك كلام اخر يبعثني للحبس وتنجم تقص فما كلام تنجم تقص. هذا موضوع بتاع انه الناس ما تحرم الناس ما تعرفش حدودها زاده خلينا نرجع للبحر. اخر مره خدمت في البحر وقت ايش؟ هبطت للبحر عندي يمكن ثلاث شهور. زدت مستعد ترجع؟ عاش الناس. علاش برد؟ ذقت الليعه ليعت وفمي بالبرد وبلاكا وساقي مش البرد مال واستعمار كبير استعمار كبير فات الاستعمار. قديش من عام قعدت تخدم بحار؟ قعدت يجي 30 سنه مخلص. 30 سنه شنو يمنع مواطن ب 30 سنه انه ما يعملش هو مركبه صغيره؟ وما فيهاش انتريت ما نهبطش راسي انا حتى حد حتى مسؤول ما نهبط له راسي دغري قد قد اللي فما فما فهمني دغري عندي اوراق ما باش نوريك تو نتعدى الحبس اللي بالينا بابا مناضل وكذا واحد نوريك من عهد عهد الاستعمار تقول انت هاي نوري عندي ابوك تربت مع بورقيبه تربت بورقيبه في بيته بابا في بيت وعيت قاعد تحت تحت الوحده نتاع بورقيبه وين نفوه في جالته ساعات نسربوا ولا اللي عاد علينا معصيه نسربوا شنو؟ نسربوا في الشراب. شكون؟ نشرب ساعات، كي نشربوا احنا نحطوا سامور نار قزدرية. موضوع على هيك. قاعدين تحت الوحدة نتاع بورقيبة، أعلى أعلى نقطة. باباك ما تسجلش مقاول؟ ما تسجل. خذيته تاع فلوس؟ ما خذيناش. ولا خدمنا حتى شيء. ولا خدم ولا بحر، قال ثلاث سنين، من الناس اللي ما عنديش زهر، وراضي بمشيئة الله الحمد لله. الحمد لله. ماشي العصافر تو في البحر؟ هاي. كل ديما هكا؟ كل يوم. كل يوم هكا؟ كل يوم. عندك قداش؟ تجي من بنزرت بذمة الحمامة؟ القلعة من القلعة. القلعة بذمة الحمامة؟ قلعة لندلس. هاي. الرجال من فضل ربي. مانيش صحة أبدان ولا هاي. واحد. الرجال لهم جوهم ونمشي على روح. ونمشي على روح. ونوجه الله ونصلي على روحي ونروح. نوع من السعادة هيك إنك تهتم بالعصافر. نفرح 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 نفرح. نفرح اما السيد اللي حطني في التيك توك باش ننظم له جو وقلعاوي هو باش نقول له جو ونكرر وقال لي لا سامحه ما تسيبش يا ولدي حطني في الكل في الكل ما تسيرش سامحه وربي معاه برا نجيك ارحم